السلام عليكم. هنبدأ إن شاء الله بإجابة يونت 2. نتمنى كده إن أنتوا تكونوا جاهزين، هنمشي مع بعض. A good teacher knows how to his students harm, يؤذي ولا discipline، ينظم ولا spoil، يدلل ولا honor، طبعا discipline his students. Number two، مو صلاح brings to his country as a world footballer. صلاح بيجري بيلي بلده بخست ولا honest ولا honor ولا shame، طبعا shame يعني عار، عايزين honor يجري بالشرف لبلده. We our children when we give them much money بنعمل ايه فعلا؟ بنديهم فلوس كتير. spoil طبعا عندنا ايه يعني؟ يدلل او يفسد. For my father not doing prayer، do prayer يعني يصلي، يعني عدم الصلاة is mistake، طبعا sensible يعني حكيم ولا funny ولا serious ولا serious، طبعا serious mistake يعني خطأ قاتل. تمام، الجملة الثانية أو الصفحة الثانية. Students got on well with teachers who are اللي هما يبقى من دول عندك aggressive يعني عدواني، ولا fatherly يعني ودود أو أبوي، ولا cruel قاسي، ولا بلايت المؤدب، طبعا fatherly. تمام. It is important for schools too، من الضروري للمدارس ان هي تعمل for the future، عندك بلان، طبعا واضح ان هي بلان for the future يعني يخطط للمستقبل. Our school organized series of منظمة سلسلة من يبقى events over the week، ايه سلسلة من الاحداث اللي هي يبقى؟ طبعا عندك culture ثقافة، ولا secretarial، ولا historic، ولا cultural، طبعا cultural events يعني احداث ثقافية. The teacher his students to start his lesson، يبقى المدرس ايه الطلاب ان هم عمل فيهم عشان يبدا الدرس بتاعه. shelter يعني يقوي، ولا declare يعني يصرح، ولا silence يعني يسكت، ولا shout يصيح، طبعا silence الفعل يسكت. We have a very a teacher we can't talk in his class، مش بنقدر نتكلم في فصله. يبقى bold يعني شجاع، ولا strict صارم، ولا stubborn عنيد، ولا kind طبعا strict صارم. Mr. Ali is a member of the علي عضو في city of business leaders، عندك organize، عندك collection، عندك charity، عندك association يعني جمعية لرجال الأعمال. The two countries need a city solution، دولتين محتاجين حل ايه؟ after years of war بعد سنوات من الحرب. political سياسي، ولا cultural ثقافة، ولا religious ديني، ولا physical، طبعا محتاجين حل سياسي ب political solution. She studied several languages يعني درست several languages يعني لغات عديدة. to work for the foreign عشان تعمل في الفورين ايه بقى؟ طبعا جراديويت، ولا بيلدينج، ولا مينستري، ولا سكيورتي، طبعا فورين مينستري اللي هي وزارة الخارجية. تمام. بعد كده ذا مينستري اوف وزارة الايه من دول بروفايز تيتشرز وذ ميثودز اوف تيتشينج، تزود المدرسين بطرق التدريس. كالتشر وزارة الثقافة والإديوكيشن، طبعا وزارة التربية والتعليم. مستر احمد از اي فور ميتينج بيرنتس اوف ستودنتس، is famous for ولا blame for ولا awarded for ولا responsible for، طبعا هنا responsible for يعني مسؤول عنه. في famous for يعني مشهور بيه ما تنفعش هنا. The top of the rug is badly worn، rug يعني سجادة أو حصيرة، worn يعني بالية هنا يعني. تمام. يبقى the top level مستوى، ولا crust يعني قشرة، ولا layer layer طبعا يعني الطبقة العليا من السجادة. جملة رقم 16. The kids sat in AE around the teacher، الطلبة قعدوا في ايه؟ طبعا بين الإجابة على طول سيمي سيركل، ما ده حوالين الأستاذ، around حوله يبقى نصف دايرة.
هي اون انجلش ليتريتشر ات تانتا يونيفرسيتي يبقى ليسنس ولا بابليشز ولا دايركتس ولا ليكتشرز ولا ليكتشر اون يعني يوقف محاضرات فيه عمر از اباوت هيز ابيليتي تو دو ذا جوب از هي اباوت انتليجنت اباوت ولا كونفيدنس ثقه ولا كونفيدنت اباوت ايوه يعني واثق منه هي هاز يبقى تو ستارت ا نيو بزنس وعنده اللي بقى عشان يبدا بشغل جديد كيرلسنس اهمال ولا كونفيدنس ثقه ولا هاترد ولا كونسيت طبعا كونفيدنس شي امبريزند اس وذ هير سوبيريور بكل اثرت فينا تركت عن طبعا كويس بايه الخارق عندها انتليجنس ولا كونفيدنت ولا كذا ولا وايز طبعا انتليجنس الذكاء الخارق عندها I love meeting people from different بحب اقابل الناس من مختلف layers طبقات ولا nature ولا programs ولا cultures طبعا cultures اسم مختلف الثقافات He attended to her decision يعني حاول انه يعمل ايه على قرارها influence المؤثر ولا influence يؤثر ولا effect ولا affection affection دي يعني حنان او رقة طبعا influence يؤثر عليه He is رقم 23 He is a good working for the welfare of his country welfare يعني رفاهية طبعا he is a good political سياسي دي صفة ها ولا policy سياسة ولا politician رجل سياسة طبعا After years of teaching he was promoted as a teacher طبعا بعد سنوات من العمل رقية was promoted كأي مدرس ايه هي teacher انت عارفها طبعا يعني ناظر مدرسة او مدير مدرسة او مدرس اولي My parents have been the most bad people in my life. طبعا the most بعض الصفة بعد influence تأثير و confidence ثقة و discipline نظام و influential مؤثر طبعا الأكثر تأثيرا. تمام. عندنا مجموعة تانية طبعا صلاح won the player of the year award. Award على طول يعني فاز بجائزة أحسن لاعب من أفريقيا. The team will a tough opponent in the next game بيقول الفريق سوف tough opponent يعني خصم عنيد في المباراة القادمة front دي جبهة او جبين ولا face يواجه هي دي اللي انا عايزها سوف يواجه opposite ده معاكس او مقابل successful novels are usually into forms طبعا انت حافظ make into يعني يحول الى he refused to an active part in the discussion رفض ان هو يعمل ان اكتف بارت عندك ميك ما تنفعش مع بارت ولا توك ولا دو تيك طبعا تيك بارت ان يعني يشارك فيه تمام رقم 8 عندنا the teacher her students do the best they could طبعا عندك suspect يعني يشك ولا inspire يلهم طبعا inspire He's doing a class on pollution. بيعمل class طبعا search ولا connection ولا project طبعا. The teacher lectured us on the idea of mutual respect. Mutual respect يعني الاحترام المتبادل. يبقى the teacher lectured us on the عندك importance أهمية ولا important ولا findings يعني نتائج ولا difference طبعا the importance أهمية. Fathers care about the education of their children. الآباء للصفات المهمة من دول بيهتموا بتعليم أولادهم. طبعا أنت عندك inspired ملهم comfortable و satisfied يعني قانع وهنا concerned fathers. It's to be upset when a friend dies. It's about to be من اليابان أنت تبقى منزعج لما صديق يموت. ماتشر يعني ناضج ولا ناتشرال شيء طبيعي ولا مور الاخلاق ولا هيتفول كارير طبعا ناتشرال شيء طبيعي لايف وذاوت از مير كرايس يعني الحياه بدون ايه من دول مجرد فوضى وذاوت انجاستس ظلم ولا بسميزم تشاؤم ولا ديسيبلين نظام ولا الليترسي الاميه طبعا وذاوت ديسيبلين بدون نظام The science published his IBA in a medical journal بيقول العالم نشر ايه في صحيفة طبية findings نتائج ولا بومز وطبعا من الاول هو findings يعني نتائج
The manager asked his EBA to bring him the schedule. Schedule يعني جدول أو خطة. The boss ولا secretary ولا waiter كرسون ولا client طبعا asked his secretary. السكرتير بتاعه. She's an expert in software ACD. خبيرة في بتاع software design ولا inspire ولا draw ولا finding. طبعا software design. تصميم البرامج. His such salary هو كذاب جدا. You can't aware this says. ما تقدرش تعمل ايه في اي كلمه بيقولها ريفيوز يرفض ولا راست يصدق ولا ديسبيليف ولا تراست طبعا تراست يثق فيه. سميره ثوت ذات ريترينينج فور تيتشنج ايزي بقى ممكن اعاده تسهيل للتدريس سكيلفول ولا انفستمنت استثمار ولا ويلس وايل يعني شيء مجزي ولا كونسيرن اهتمام طبعا ويلس وايل يعني شيء مجزي. طيب As a teacher, he had a كمدرس. As a teacher, he had the respect of students. طبعا earned ولا avoided ولا built ولا collected. غريبة شوية أنت متعود تشوف إن earn money و earn living. هنا earn respect زي gain هنا. Get respect يعني يحظى باحترام. Use can take bank loan. Bank loan يعني قرض من البنك. And is their own business. طبعا and construct يبني ولا set up هنا ينشئ ذيك يبني يعني اما هنا set up يعني يقيم عمله الخاص. The farmer called زي بقى out to treat sick horse. بيقول الفلاح جاب من دول عشان يعالج الحصان. Science ولا nurse ولا vet طبعا vet طبيب بيطري. Charities الجمعية الخيرية money for the homeless بتعمل ايه بالفلوس للمشردين and the needy والمحتاجين collect money ولا earn money ولا make money ولا produce money واضح ان هي طبعا collect money يعني تجمع الاموال للهومليس المشرد. الجملة 20 My sister an award in the school reading competition gained ولا won ولا granted يمنح ولا earned طبعا win an award يعني يفوز بجائزة. His books were translated into many languages ترجمت إلى الكثير من اللغات English and French يبقى containing ولا consisting ولا including طبعا contain يحتوي على شيء بداخله close يعني يغلف consist يتكون من عايز of طبعا including يعني متضمنة. The young teacher has all the A to be a good one quantities ولا experiments ولا qualities ولا experts طبعا محتاجين من دول qualities يعني سمات. New teaching methods children to think of themselves بقول طرق التدريس الجديدة ايه في الأطفال ان هم يفكروا في بنفسهم encourage ولا discourage يعني يحبط ولا spoil ولا prevent طبعا encourage students. Social networking sites مواقع التواصل الاجتماعي make it easy to سهل يبقى with people contact طبعا contact الفعل ما بياخدش حرف الجر with ولا communicate with ولا provide ولا cooperate طبعا ان احنا نتواصل مع communicate with. She has a degree in English عندها درجة علمية في ايه الانجليزي بوم ولا ليج ليج يعني دوري او بطولة ولا ليتر ولا ليتريتشر ليتريتشر طبعا تمام. الصفحة بديتها مش باينة شوية. مستر يوسف سيت اب يعني اقام ان اي بي سي دي تو هيلب تشيلدرن عشان يساعد الاطفال طبعا اوبريشن عملية ولا ايوه اسوسيشن طبعا بدل اسوسيشن موجودة. طيب Number two, he was a doctor and later worked for the ABCD of Health. يعني كان دكتور واشتغل عند وزارة الصحة وأكيد منستر هي وزارة. طيب. The teacher told us about the importance of revising before exams. طبعا أنا قلتها على طول about the importance of revising يعني أهمية المراجعة. طيب. أربعة. The tourists went on a تور السياح راحوا في جولة ايه من دول يا سيدي عندك اندستريال صناعة ولا ايكونوميك الاقتصاد ولا اجريكالتشر زراعة ولا كالتشرال ثقافة تمام. My history teacher مدرس التاريخ بتاعي my decision عمل ايه في القرار بتاعته become a teacher too طبعا عندك affected
ولا افكت مفيش حاجة اسمها افكت اصلا ولا انفلونسد في البل ايه كانت هتبقى صح تمام ولا امباكت دي تأثير مادي زي ما احنا بنقول لو هتفاكر بنبرس يعني يترك انطباع على رقم 6 منى's uncle is an expert on science and often is at university lectures هي موجودة على طول يعني يعطي محاضرات في الجامعة Shakespeare's plays have been كانت many writers يبقى have been influential في كومة هنا خد بالك ماشي كان المفروض ما فيش الكومة دي كنا هنقول on many writers تمام الصفة هنا The team are playing with a lot of A. الفريق بيلعب بـ A. They are going to win. هيكسبوا. Carelessness إهمال ولا confidence ثقة هي خلاص. Don't lose those forms. They are very ما تضيعش الاستمارات دي. They are very important. أهي مهمة. What is sorry. دي أول واحدة unimportant. هنمسحها ماشي. تمام. Very important مهمة عشرة What is the meaning between where and where What is the difference in meaning الاسم بقى ما هو الفارق في المعنى بينه طيب رقم 11 You need a lot of A to be good at chess شطرنج محتاج ايه من دول طبعا انتليجنس عند الإجابة I ran for 10 kilometers yesterday and now my legs ache. تؤلم. تمام. Phone me after school and we can have a about the weekend. We can have عندك chat دردشة وطبعا بدل في chat موجودة. في شيت ده يعني ملاية وفي شيت فرخ ورا ما تنفعش. Spoke the modern speak. Let's play a game in the city between lessons. يلا نلعب لعبة في الـ A بين الدروس بريك دي يعني فرامل وبريك دي الفسحة والراحة The tourist sat by the pool and his son قعدوا جنب الحمام السباحة and he rose رفع يرتفع ولا appeared ظهر ولا focused ولا faced the sun طبعا الجمل دي بتاعت في student book كلها متكرر عليك بالنص قبل كده The teacher to know why the students were all late demanded ولا said ولا chatted ولا silenced طبعا demanded to know يعني طلب أن we to go to Greece for the holidays next year هنا suggest ما فيش to we teach يدرس أن هنا plan to أي يخطط أن عبتهم يوسف studied إبقى science درس العلوم السياسية يبقى political science teachers work for the minister of إبقى المدرسين بيشتغلوا عند وزارة السيدي من دول education التعليم He lived in Cairo so that he could send his sisters to school للدراسة. في to the school دي تكمل يعني to the school which is in our street مثلا. لو to a school كنت هتبقى صح برضو بس عايزينها to school يعني للتعليم الدراسي. He traveled to many countries to study children's عشان يدرس بتاعة الأطفال lessons دروس ولا هندسة صناعة ولا culture ثقافة تمام ماشي. نروح على الترجمة. Students must show respect to their teachers as they help them to have successful future. بقول على الطلاب أن يبدوا احتراما لمدرسيهم as they help them لأنهم يساعدونهم to have a successful future كي يكون لديهم مستقبل ناجح. أو كي يقودونهم نحو مستقبل ناجح. الجملة الثانية The teacher is responsible for teaching students. يقول المدرس مسؤول عن تدريس الطلاب and to discipline them وعن تنظيمهم in the classroom في الفصل. When I finish school عندما أنتهي من الدراسة I'd like to do something to help other people. أود أن أفعل شيئا ما لمساعدة الآخرين. On seeing me عندما رآني مستر أحمد took my arm in a fatherly way اصطحبني السيد أحمد بطريقة ودودة أو بطريقة أبوية Reading literature enriches my language
إن قراءة الأدب تثري لغتي and helps me understand other cultures وتساعدني على أن أفهم الثقافات الأخرى. The teacher has the ability to influence his students. المدرس له القدرة على أن يؤثر على طلابه by motivating the student عن طريق تحفيز motivate يعني يحفز أو يشجع تحفيز الطالب and pushing him to succeed ودفعه نحو النجاح. طيب يغرس المعلمون حب الوطن والشعور بالانتماء له في نفوس طلابه. طبعا حبدأ بفعل الجملة هنا اللي هو المعلمون يبقى teachers من غير ذات. يغرس يبقى implant يغرسون تمام. حب الوطن loving homeland أو the love for their homeland والشعور بالانتماء and the feeling of belonging to it في نفوس طلابهم. مش شرط بقى أقول يبقى عشان في نفوس يبقى selfish، لأ in their students على طول تمام. المعلم هو الركن الأساسي. طبعا يبقى هبدأ بالفعل اللي هو the teacher is طبعا ركن أساسي يبقى كورنر ستون يعني كلمة معروفة بالنسبة لكم في العملية التعليمية in the educational process في العملية التعليمية. لذا ينبغي الاهتمام به so مش so that so بس we must give him due care تمام. مش نشوف الجملة اللي بعد كده رقم 3. توفر الدولة التعليم المجاني إدراكا منها بأهمية لتحقيق التقدم. طبعا هبدأ بالفعل اللي هو الدولة يبقى مش هنقول the country طبعا هنقول the state. توفر يبقى provides تعليم مجاني يبقى free education تمام. provides free education provides free education معلش إدراكا منها بأهميته لتحقيق التقدم realizing its أو in recognition of recognition R E C O G N I T N of أهميته by its importance to achieve progress أو advance تمام. الجملة اللي بعد كده قام الأستاذ بمحاضرتنا عن أهمية الأدب العربي. قام الأستاذ يبقى the teacher. قام مش هقول بقى قام اللي هي stood لا ما لهاش ترجمة هنا تمام. يبقى وبعدين أستاذ بدل ده محاضر يبقى مش the teacher هقول the professor. أعطى محاضرة يبقى lecture the us on the importance of الأدب العربي بArabic literature تمام. جملة اللي بعديها تملك فاطمة غرفتها الخاصة بها منذ انتقالها لمنزلها الجديد. يبقى فاطمة عندك الجملة has تملك بالفعل her own room أو her private room since they moved to her new house منزلها الجديد. لقد أثرت أو أثرت كتب عبدالله يوسف في الأطفال لسنوات عديدة. يبقى عبدالله يوسف's books have influenced children for many years. تمام. ده يا سيدي كان الجزء الأول من يونت 2. الجزء الثاني ينزل بكرة إن شاء الله. تمام. طبعا كنت قلت ان احنا احتمال نحل My New Friend المراجعة كتاب المراجعة النهائية فلو كان حد جابه وعايز يحله يديني خبر تمام. يعني اذا كان حد موجود معنا على الجروب ده عايز يحل Friend تمام يديني خبر عشان اعرف كم واحد عنده واشوف اذا كنت هحله ولا لا تمام. ما بقولش روح هاته عشان احبه لو حد جابه
تمام، عايز يحلوا معانا هنحلوا مع بعض، ما فيش عندنا مشكله. تمام، بكره ان شاء الله برضو على الساعه 10 كده ان شاء الله بالليل باجي انزل الجزء الثاني في الوحده الثانيه ان شاء الله. تمام، طبعا برضو جزئيه قبل ما اقفل برضو، اللي عايز نكمل بالاسلوب ده، بالاسلوب الحل بالشكل ده بالصوت كده ماشي، عايز تصويت يعني. تمام، كل واحد يبعت لي رساله يقول لي اذا كان الحل بالصوت ماشي، ولا اجاوب احل في الكتاب وادي ارفع لكم قبل زي ما كنا بنعمل قبل كده.